بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي. إن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات الموجودة. طبعا مختبري كبير جدا مثل ما تلاحظون. كلها عن الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة. طبعا قمت بدراسة ميكروبات كثيرة جدا في الفترة السابقة. طبعا قضيت آخر 9 سنين أدرس الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة والأحياء العامة، النبسات والميكروبات وعلم الأمراض. وهذه أحد العينات يعني التي يعني اشتغلت عليها. مثل ما تلاحظون، واللي حاب يعني يدرس الميكروبات يحتاج وقت جدا يعني وصبر ومجاهر معينة غالية جدا ومكلفة. وأتمنى أنكم يعني استفدتوا من هذا الموضوع، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. وراح أعرض لكم بعض العينات التي درستها أيضا في الماضي في مختبري، ويعني موضوع كبير جدا. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في مقطع آخر.